مرحبا أحبتي المتتبعين قناة لبنان فورتك بهيدي الحلقة الجديدة اللي رح تكون مخصصة هيدي الليلة لحلقة عن موقع لمشاهدة الأفلام الأجنبية الحديثة. طبعا الموضوع نوعا ما ممكن يكون مكرر ومتوفر بكثرة باليوتيوب والصفحات المدونات، لكن مش غلط من الوقت للتاني نطلع على أحدث أو أجدد الأمور. ممكن يكون هيدا الموقع معروف لدى البعض وممكن يكون غير معروف، لكن انا حبيت اسجل هيدا الحلقة وشير لهيدا الموقع لانه ايضا موقع جميل وفينا نستفيد منه. الموقع بداية اسمه watchfree.to. طبعا كتابة هيدا الكلمة كتير سهلة، كل اللي انك تكتبها بالمتصفح او بجوجل وبشكل تلقائي لما تضغط عليها رح تدخل على الموقع. طبعا مثل ما شايفين هيدا واجهة الموقع، وفي عنا تي في شو، يعني بعض البرامج التلفزيونية طبعا الأجنبية فقط للأسف، ما في أي شيء عربي. نحن اليوم راح نتحدث عن الموفيز. الموفيز في بعض الأفلام 2016، في ما قبل 2016، وفي أيضا السيرش. طبعا إذا حطيت أنت بلاست، إذا حطيت أنت عفوا بجوجل كتبت لاست موفيز مثلا 2016، رح يطلع لك عدة خيارات. هدول أحدث الأفلام موجودين بالصالات السينما حاليا. طبعا أنا اخترت فيلم ترزان مثل ما شايفين، ورح نشوف كيف إنه شغال. مدة الفيلم 1:50 تقريبا. مش شايفين طبعا هو عامل بافرينج، مشان هيك انا عم بقدر احرك التسجيل بسهولة. انت بداية بس تختار الفيلم، بحال ما طلعت عندك بحال ما اشتغل عندك الفيلم، كل اللي عليك تضغط على هيدي الكلمة او العبارة على click here for a different version، رح تختار رابط جديد ومشغل جديد. رح نجرب سويا نبحث على فيلم آخر. مثلا هيدا الفيلم يلي نزل ب5 آب، ناخد الاسم كوبي ونروح على سيرش. مثل ما لاحظنا موجود بال 2016. هنجرب نشغل الفيلم. طبعا الفيلم اللي قبل طرزان انا حوالي جربت بالكليك ديفرنت حوالي 5 أو 6 مرات لحتى مش الفيلم عندي. الروابط اللي قبل كانت هي متوقفة للأسف. طبعا التنبيهات اللي عم تظهر من خلال الانتي فيروس الموجود عندي بجهاز الكمبيوتر هي عبارة عن الإعلانات اللي عم يظهرها الموقع، هذا شيء طبيعي. طبعا مثل ما عم نشاهد حاليا الفيلم اشتغل بشكل طبيعي، فينا نكبر نعمل فول سكرين. الفيلم حاليا شغال بشكل طبيعي. طبعا تشغيل او سرعة تشغيل الفيلم هي بتعتمد على سرعة اتصالك بالانترنت بشكل رئيسي، ما لها اي علاقات اخرى. هيدي كانت حلقتنا لهيدا اليوم، شرحنا موقع لمشاهدة الافلام احدث الافلام الاجنبية بشكل مباشر. اسم الموقع هو watchfree.to، الرابط موجود طبعا اسفل وصف الفيديو. إذا أنت حسيت أن هذا الموضوع بهمك وبهم أصدقائك، بتمنى منك تعمل مشاركة لهذا الفيديو. أيضا بتمنى منك إذا حسيت هذه القناة عم تستفيد منها تدعمنا بلايك، وما تنسى إذا بتحب توصلك أجدد المواضيع تعمل اشتراك بالقناة. إلى اللقاء ونلتقي بحلقات جديدة إن شاء الله.